الفيلم لازم يكون ليها بعلاقه شويه بالاغاني اللي موجوده في الفيلم، بس نفس الوقت تبقى مزيكا اوريجينال. فده كان التحدي بصراحه، ان ازاي ماتش مزيكا. مين في الدنيا يعرف يعمل مزيكا زي زياد رحباني وفيروز؟ مفيش يعني. حاولنا نماتش على قد ما نقدر، ان احنا نعملها بشكل اوريجينال، بشكل بتاعنا البسيط، بس في نفس الوقت الكواليتي هتبقى عاليه، وتبقى الريتشنس في المزيكا نفسها وفي الميلوديهات نفسها وفي استخدام المزيكا اصلا بتستخدم ازاي. الصعوبات اللي قابلتني ان احنا بنشتغل على مزيكا، على فيلم قايم اصلا على المزيكا، والاغاني حافظينها الناس جدا، والكواليتي بتاعت فيروز والاغاني بتاعت فيروز مفيش حد اصلا مش حافظها ومش مؤثره فيه. فلازم عشان نيجي نعمل مزيكا لازم تبقى بتاثر في الناس بنفس الطريقه، حتى لو مش هنعملها شبه اغاني فيروز قوي، بس تبقى مؤثره زي اغاني فيروز. وده والله عظيم ما الدنيا وقت كبير خالص، عشان كده يعني كونسبت ان احنا بقى شغالين. انا كنت شغال، انا الكومبوزر الاساسي، انا والمؤلف الموسيقى الاساسي، وكنت معايا ناس اتنين بيشتغلوا معايا بيساعدوني عشان نخلص الحاجات بسرعه، منهم احمد مصطفى ومعاذ حامد. الجديد مفيش، بنعمل مسلسل اسمه جميله، وخلصت مسلسل اسمه بنون. بس كنت عايز اسال حضرتك عن مسلسل بنون والتحضيرات ليه ودور حضرتك. لا مسلسل بنون، بس مسلسل بنون ده خلص من فتره، انا شغال دلوقتي مسلسل جميله. هو هيتعرض امتى ولا؟ والله ما مش عارف، انا بعد ما بخلص الحاجه بستنى بقى المنتج هو اللي بيتعامل، يعني شركه الانتاج اللي بتبقى عارفه. جميله وفي رمضان 2023، ونشوف كمان يعني تحضيرات ليك. اتكلمنا عن، اكيد مش هتحرق الدور، بس بشكل عام التجربه يعني. والله احنا الاكتر حاجه محبباني في موضوع الكرو، الناس اللي شغالين، لان انا اول مره نشتغل مع بعض. انا ريهام كنت اشتغلت معاها من سنتين، بس بقيت الناس اول مره نتقابل مع بعض في لوكيشن، مش ما عدا الاستاذ سوسن بدر وما عدا يسرى اللوزي، بس اول مره اتعاون مع استاذ سامح عبد العزيز. بجد من المخرجين الشاطرين قوي اللي عارفين هم عايزين ايه، وعايزينه بطريقه هاديه ولذيذه، وفعلا بيعرف يخلص شغله بسرعه لانه عارف هو عايز ايه، وبكواليتي كويسه جدا. بعد حفله ساقيه الصاوي هل محضر لنا ايه تاني؟ بحضر ان شاء الله ميني البوم ليا لوحدي والبوم لوسط البلد. هل مش هتدخل في الراب شويه او يعني؟ لا بحب اسمعه بس مش هخش فيه، يعني بحب اسمعه جدا وبحب اعمل مزيكته جدا، بس مش هغني راب. ممكن اجرب كده على سبيل اسمها ايه؟ الفضول. على سبيل الفضول.